السلام عليكم. تجري حاليا عملية واسعة لترميم أحياء القصبة، واللي العملية هذه تمس أغلب الأحياء يعني تقريبا، وهذا الشيء جميل ونحبده، لكن الشيء المؤسف هو أنه الأشغال هذه حسب الصور اللي عندنا تعتبر رديئة نوعا ما، لأن الترميم لازم يكون الترميم هذا وموندر ديتاي في كل التفاصيل، لازم كل التفاصيل نتاع الزخارف والديكور لكن نشوف باللي خاصة الترميم الخارجي عبارة عن صباغة غير صباغة، وهذيك الصباغة طايحة في الأرض ولا غير شيء مؤسف. لازم تكون يعني الأشغال لازم تكون متقنة وتكون دقة في الديتاي، يعني في يعني في في التفاصيل، يعني لازم تكون متقنة. لكن ما عليهش، احنا ماذا بينا الترميم هذا يكون قبل ما يكون يعني من يراعي الجانب الجمالي، لابد كذلك ان يراعي الجانب نتاع الحماية تاع البنايات من التلف من الايروزيون ولا كوروزيون. لازم نحمي البنايات هذه من الانجراف، ويعني من العمل تاع الامطار والمياه، هذا هو المهم. لازم نحافظ على هذه البنايات، وان شاء الله ان شاء الله العمل هذا يبقى مستمر ويبقى دائم، ولازم نحط يعني كل تقنيات نجيبوا افضل مختصين في ميدان الترميم هذا. وعندنا مكتب دراسات رائع لجزائري مهدي باشا، احمد مهدي باشا، هذا اللي راه يقوم بعمل جبار في الجزائر. ولازم يكون عندنا يعني مراكز كيما هذو ويكونوا مختصين في الترميم، باش نعاود نسترجع البريق نتاع القصبة. وكذلك يعني لازم تكون بعد الترميم يكون فيه نفكر في كيفية الاستغلال نتاع هذه الفضاءات المرممة، كيف تستغل لتكو يعني في كيف، هل نكريها ولا نبيعها ولا نسيرها من طريق الوزارة، ولا هل ندير فضاءات نتاع لا ريستوراسيون، مطاعم، ندير دي ميزون دوت كما يسموها ميزون دوت يعني لاستضافة، نديرهم كفنادق صغار، نديرهم كمراكز نتاع، نديرهم كمتاحف، ندير. المهم لابد على الدولة أن تفكر في المرحلة نتاع الاستغلال، وكيف يعني نحافظ هذا الموروث الهام جدا بالنسبة للتاريخ وروح هذا الشعب الجزائري. إذا نكتفي بهذا ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.